الداخلية الفرنسية تعلن اعتقال 427 شخصا خلال الساعات الماضية على خلفية عمل الشغب. أوكرانيا تعلن أن دفاعاتها الجوية تصدت لهجوم روسي جوي على كييف. روسيا تحذر من نشر أسلحة نووية تابعة لحلف الناتو في بولندا. السابعة صباحاً الرابعة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية جديدة تأتيكم من القاهرة. أهلاً ومرحباً بكم، والبداية مع تطورات أعمال الشغب التي تشهدها فرنسا. تجددت الاشتباكات بين الشرطة الفرنسية ومتظاهرين في عدد من المدن من بينها العاصمة باريس، فيما أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية اعتقال 427 شخصا خلال الساعات الماضية في عدة مدن منها باريس، مارسيليا ونيس، وذلك على خلفية عمل الشغب التي اشتعلت على إثر مقتل مراهق برصاص شرطي. وأعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرارد دورمينان نشر قوات الدرك لتعزيز عمليات الأمن التي تقوم بها الشرطة. وأرسلت وزارة الداخلية الفرنسية تعزيزات إلى مارسيليا وليون بناء على طلب السلطات المحلية التي عجزت عن السيطرة على أعمال الشغب. أعلنت رئاسة الفرنسية أن الرئيس إيمانويل ماكرون قرر تأجيل زيارته الرسمية إلى ألمانيا، والتي كانت مقررة اليوم الأحد إلى يوم الثلاثاء المقبل، وذلك بسبب الظروف الداخلية التي تشهدها البلاد وأعمال العنف والشغب المستمرة لليوم الرابع على التوالي. من جانبها أفادت الرئاسة الألمانية بأن الرئيس الفرنسي أجرى اتصالا هاتفيا بنظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير وأطلعه على الوضع في البلاد، وطلب تأجيل زيارته المقررة إلى ألمانيا. في ظل تأزم الوضع الفرنسي الداخلي واستمرار المواجهات بين محتجين وقوات الشرطة، لا تزال المدن الفرنسية تشتعل غضبا رغم دعوات التهدئة والأمر بإيداع الشرطي الذي أطلق الرصاص على الفتى نائل ذي 17 عاما رهن الحبس. وفي محاولة للسيطرة على الأوضاع في بعض المدن الفرنسية، أرسلت وزارة الداخلية تعزيزات إلى مارسيليا وليون بناء على طلب السلطات المحلية التي عجزت عن السيطرة على أعمال الشغب هناك. الشرطة الفرنسية أعلنت اعتقال المئات على خلفية اتساع رقعة أعمال الشغب في أنحاء مختلفة من البلاد، فيما أعلن الدرك الفرنسي أنه تم استهداف قوات إنفاذ القانون عبر نصب أكمنة لهم. وزير الداخلية الفرنسي أشار إلى أنه تم تخصيص تعزيزات كبيرة بالإضافة إلى أفراد الشرطة الوطنية ووحداتها الخاصة ونشر مدرعات ومروحيتين لقوات الدرك، فيما تم تعبئة 45 ألف شرطي تحسبا لأية أعمال شغب. ونظرا للأوضاع التي تشهدها فرنسا على مدار الأيام الماضية، قرر الرئيس إيمانويل ماكرون تأجيل زيارته التي كانت مقررة لألمانيا. وفي هذا الصدد أعرب الرئيس الألماني عن أسفه لإلغاء زيارة ماكرون، مبينا أنه يتفهم الوضع في فرنسا الذي يتابعه باهتمام كبير، ويأمل أن يتوقف العنف في الشوارع قريبا وأن يحل السلم الاجتماعي مجددا.
ألقت الاحتجاجات التي تشهدها فرنسا بثقلها على قطاع السياحة الذي يشهد إلغاء حجوزات عدة من تعرض فنادق ومطاعم لأضرار جراء أعمال الشغب. من جانبه دعا اتحاد متاجر التجزئة الفرنسي الشرطة إلى تعزيز التدابير الأمنية حول المتاجر بعد أن أدت إلى تخريب أو نهب أو إحراق أكثر من 100 متجر للمواد الغذائية أو غير الغذائية المتوسطة والكبيرة. حذر الرئيس الأوكراني فولودومير زيلنسكي من استمرار وجود تهديد خطير في محطة زابوريجيا للطاقة النووية، وقال زيلنسكي أن موسكو مستعدة من الناحية الفنية لإحداث انفجار في المنشأة. محطة زابوريجيا للطاقة النووية تعود إلى الواجهة من جديد بعدما حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي من استمرار وجود تهديد خطير في المحطة التي تسيطر عليها روسيا، متهما موسكو بأنها مستعدة من الناحية التقنية لأحداث انفجار في المنشأة ربما يؤدي إلى تسرب إشعاعي. ودعا زيلنسكي المجتمع الدولي لإلاء مزيد من الاهتمام للوضع في المنشأة الواقعة في جنوب شرق أوكرانيا، وهي أكبر محطة نووية في أوروبا. كما حث على فرض عقوبات على شركة روساتوم الحكومية الروسية للطاقة النووية. التحذير الأوكراني جاء بعد أن وجهت موسكو اتهاما إلى كييف بالاستعداد لتنفيذ عملية في محطة زابوريجيا وإلقاء اللوم فيها على روسيا. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن كييف تستعد لارتكاب فعل إرهابي في محطة زابوريجيا للطاقة النووية، وذلك على خلفية بدء أوكرانيا إجراء تدريبات على المخاطر المحتملة للتسرب الإشعاعي من المحطة. وفي ظل الاتهامات المتبادلة بين كييف وموسكو، قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي إن الخبراء الدوليين في محطة زابوريجيا للطاقة النووية لم يجدوا أي علامات على ألغام تم زرعها مؤخرا من روسيا. كذلك أوضح جروسي أنه على الرغم من ذلك لم يتمكن فريق الخبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية والذي يتمركز بشكل دائم في محطة الطاقة النووية من الوصول إلى بعض مناطق المحطة. وتسيطر روسيا على محطة زابوريجيا الواقعة في جنوب أوكرانيا منذ مطلع مارس من العام الماضي، أي بعد وقت قصير من العملية العسكرية. وسبق أن تبادلت موسكو وكييف الاتهامات بشأن قصف المنشأة الواقعة على مساحة شاسعة من الأراضي. اعتبر نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن حلف شمال الأطلسي الناتو يحاول الضغط على روسيا والصين في الوقت الذي تسعى الدول الأعضاء فيه لتحقيق الهيمنة النووية. وقال ريابكوف إن دول الناتو تحاول ممارسة الضغط على روسيا والصين بهدف تأمين هيمنتهم على جميع أنواع الأسلحة بما في ذلك الأسلحة النووية، موضحا أن روسيا تحافظ على تفوق في الأسلحة النووية التكتيكية كإجراء مضاد يهدف إلى موازنة تفوق الناتو في جوانب أخرى من إمكانته العسكرية. حذر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف من نشر أسلحة نووية تابعة لحلف شمال الأطلسي الناتو في بولندا، وقال ميدفيديف إن النشر المحتمل لمثل هذه الأسلحة في بولندا يهدد باستخدامها بشكل فعلي لاحقا. وكان رئيس الوزراء البولندي قد أعلن في ختام قمة المجلس الأوروبي أن بلاده تقدمت بطلب إلى حلف شمال الأطلسي بنشر أسلحة نووية أمريكية على أراضيها.
أعلنت الدفاع الروسي توجيه ضربة ناجحة لمواقع القيادة الأوكرانية العملياتية والتكتيكية لمجموعة دونياسك بأسلحة بحرية وبرية عالية الدقة. وأوضحت الدفاع الروسي أن القوات الأوكرانية وصلت خلال 24 ساعة الماضية شن محاولات هجومية وصفتها بالفاشلة، مؤكدة أن القوات الروسية صدت 15 هجوما أوكرانيا بمحور دونياسك. قالت وزارة الدفاع البريطانية إن الجيش الأوكراني سيطر على رأس جسر في الضفة الشرقية التي تسيطر عليها القوات الروسية من نهر دنيبرو في جنوب أوكرانيا. وأكدت الدفاع البريطانية أن القتال حول رأس الجسر يكاد يكون معقدا بسبب الفيضانات والدمار المتبقي من انهيار سد كاخوفكا. أكد رئيس الوزراء الإسباني بيترو سانشيز أن زيارته لكييف في اليوم الأول من تولي بلاده الرئاسة الدولية للاتحاد الأوروبي تظهر دعم التكتل الراسخ لطلب أوكرانيا الانضمام إلى الاتحاد. تأكيد سانشيز جاء خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي في كييف. من جانبه أعرب زيلنسكي عن امتنانه بزيارة سانشيز خلال هذا الوقت الذي وصفه بالعصيب، واتهم بعض شركاء بلاده الغربيين بالمماطلة فيما يتعلق بمشاريع تدريب طيارين أوكرانيين على قيادة طائرات مقاتلة. أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيترو سانشيز حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 55 مليون يورو. وفي كلمة أمام البرلمان الأوكراني قال سانشيز إن أوكرانيا وحدها هي من تحدد شروط السلام مع روسيا، معتبرا أن كييف دفعت ثمنا باهظا في حربها ضد موسكو. دعا مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ويليام برينز إلى اغتنام الفرصة وتجنيد جواسيس في روسيا بسبب السخط من العملية العسكرية في أوكرانيا. وقال مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية خلال محاضرة بمؤسسة ديشلي البريطانية إن فرصة تجنيد جواسيس في روسيا لا تتكرر سوى مرة واحدة كل جيل، مضيفا أن الوكالة لن تتركها تضيع هباء. واعتبر بيرنز أن استمرار العملية الروسية في أوكرانيا ليس في صالح شعبية القيادة الروسية. فرضت الرئاسة الأوكرانية عقوبات على 193 شخصا معظمهم يحملون الجنسية الروسية، وكذلك ضد 291 شركة من روسيا ومن دول أخرى. وأفاد بيان مكتب الرئاسة بتطبيق قرار مجلس الأمن والدفاع الأوكراني الذي يقر بفرض عقوبات لمدة 10 سنوات تتضمن تجميد الأصول وتقييد العمليات التجارية ومنع سحب رأس المال من أوكرانيا وحظر نقل التكنولوجيا والحقوق على الملكية الفكرية وتعليق الوفاء بالالتزامات الاقتصادية والمالية. أعلنت النمسا عزمها الانضمام إلى مشروع درع السماء الأوروبية أو ما يعرف باسم يورو سكاي تشيلد الذي أطلقته ألمانيا في أعقاب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وقال المستشار النمساوي كارل نيهايمر إن بلاده عليها أن تتخذ احتياطات لحماية نفسها من مخاطر التعرض لهجمات بصواريخ أو بطائرات مسيرة. وأكد المستشار النمساوي أن هذا القرار لا يؤثر على وضع بلاده كدولة محايدة.
ذكرت صحيفة الجارديان أن كبار الوزراء بالحكومة البريطانية يتوقعون أن يتقدم عدد كبير من نواب البرلمان البريطاني عن حزب المحافظين بالاستقالة قبل الانتخابات المقبلة في 2024 بسبب الضغوط المتزايدة عليهم والأزمة الاقتصادية الحالية في البلاد. أزمة سياسية تلاحق الحكومة البريطانية منذ سنوات، تارة ما بين استقالات جماعية في صفوف الوزراء وخروج رؤساء ووزراء من داونينغ ستريت، وتارة أخرى في مجلس العموم البريطاني. صحيفة الجارديان أفادت في تقرير لها بأن كبار الوزراء بالحكومة البريطانية يتوقعون في الفترة الراهنة أن يتقدم عدد كبير من نواب البرلمان عن حزب المحافظين بالاستقالة قبل الانتخابات القادمة في 2024، خاصة مع تزايد الضغوط السياسية عليهم والأزمة الاقتصادية الحالية في البلاد. وأعلن أكثر من 40 عضوا في البرلمان البريطاني عن حزب المحافظين بالفعل أنهم سيستقيلون في الانتخابات المقبلة، وهو أكبر عدد بالنسبة للحزب الحاكم منذ خروج 100 نائب من حزب العمال قبل انتخابات عام 2010. وأشارت الجارديان إلى أن هناك توقعات لإعلان نحو 352 نائب عن حزب المحافظين مغادرتهم مع اقتراب موعد الانتخابات، معتبرة أن الفوضى السياسية التي سادت في السنوات الأخيرة أدت إلى بقاء الكثيرين في البرلمان لفترة أطول مما كانوا يتوقعون. ومن المتوقع إجراء الانتخابات العامة القادمة في بريطانيا عام 2024 على أن يتم حل البرلمان تلقائيا في 17 من ديسمبر من نفس العام، ومن المتوقع بعد ذلك أن ينظم يوم الاقتراع بعد 25 يوما. وكانت الجارديان قد أشارت في وقت سابق إلى أن سلسلة الأزمات السياسية والفضائح التي تلاحق الحكومات البريطانية المتعاقبة انعكست بشكل كبير على ثقة المواطنين في النظام السياسي الحاكم. وأشارت الجارديان إلى أن الشعب البريطاني بات يشعر بأن الساسة والبرلمان يفشلان في تمثيلهم بشكل صحيح والوفاء بالوعود التي قطعها السياسيون في وقت الانتخابات. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين موقف روسيا الدائم وداعم للشعب الفلسطيني في تحقيق أماله وطموحاته بالحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الرئيس الروسي والرئيس الفلسطيني محمود عباس استعرض خلاله سبل العلاقات الثنائية. كما أطلع الرئيس الفلسطيني نظيره الروسي على آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية مؤكدا حرصه على استقرار الأوضاع الداخلية في روسيا. جدد الاتحاد الأوروبي إدانته ورفضه القاطع لحادث حرق نسخة من المصحف الشريف في السويد. وقال الاتحاد الأوروبي في بيان إن حرق المصحف أو غيره من الكتب المقدسة مهين وعمل استفزازي واضح، مضيفا أن مظاهر العنصرية وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب لا مكان لها في أوروبا.
وصلت مؤسسة حياة كريمة تنفيذ مبادرة تقدر في 10 أيام من أجل تزويد طلاب الثانوية العامة بمراجعات منهجية لكل مواد الثانوية العامة بشقيها الأدبي والعلمي. خطوات مستمرة تخطوها حياة كريمة نحو مجال التعليم لدعم طلاب الثانوية العامة أينما كانوا. 10 أيام فقط تجوب فيها المؤسسة كل المحافظات لشرح كل المواد. وهنا في بني سويف كان لطلابها وطالباتها نصيب من المراجعة في مادة التاريخ. مبادرة تقدر تعمل في 10 أيام أن أنت تراجع مواد الثانوية العامة كلها. والمبادرة بصراحة طلعت من المؤسسة من إحساس المؤسسة بمدى معاناة الطلبة طبعا في مراجعات الثانوية العامة، وإن احنا نرفع كاهل المراجعات عن أولياء الأمور. بدأنا من أكتر من 7 أو 8 أيام ومستمرين النهاردة في محافظة بني سويف. نزلنا اللينك قبلها والطلبة كانت على تم الاستعداد، دخلوا سجلوا عن طريق اللينك. فتحت الأبواب لتستقبل مئات من الطلاب من أبناء مراكز وقرى المحافظة. مراجعة تضم معلمين خبراء متخصصين في مادة التاريخ تحت مظلة تعاون قائم بين مؤسسة حياة كريمة ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. المحاضرة النهاردة تاريخ، فاستفدنا منها كتير. الأسئلة كانت جاية بأفكار جديدة. الواحد كان جاي وكان خايف إن هو يضيع وقت بالذات في الوقت اللي احنا فيه ده، بس الواحد استفاد جدا ولما حاجة كتير في المنهج ويعني استفدنا بنا. لا شرحها حلو والله، وأنا بنصح كل زمالي اللي هم ييجوا ووفرت لنا بدل الدروس الخصوصية. لما جيت جربت وشفت اللي حصل يعني بجد يعني حسيت ان الموضوع فرق معايا جدا يعني في المذاكرة وان انا لم الدروس. العمل ما زال مستمر في ظل المجهودات التي تقدم لخدمة الطلاب تعليميا لمراعاة ظروف أسرهم اقتصاديا، هو هدف تسعى حياة كريمة نحو تحقيقه لتمكين الفئات الأولى بالرعاية. وصل متطوعو مؤسسة حياة كريمة توزيع لحوم الأضاحي على الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية في العديد من محافظات الجمهورية. وكانت مؤسسة حياة كريمة قد أطلقت مبادرة سق الأضاحي قبيل عيد الأضحى المبارك، والتي جاءت سعيا من المؤسسة لإدخال السرور والفرحة على الأسر الأولى بالرعاية في كل محافظات الجمهورية في عيد الأضحى المبارك، وذلك تحت شعار صدق الخير ما يتفوتش. نجحت المبادرة الرئاسية حياة كريمة في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بقرية المراشدة غرب محافظة قنا، والتي تعد أول قرية نموذجية تتمتع بمواصفات المدينة، وذلك بعد التنمية الشاملة التي شهدتها في كل المجالات. حياة كريمة دخلت القرى بسم الله ما شاء الله، لتجعلها اسم على مسمى، لتجعلها فعلا الحياة كريمة. الحياة تغيرت على وجه الأرض، تغيرت في كل القرى، مش في قريتنا قرية المراشدة بس، فعلا تغيرت وأصبح الحال غير الحال. اتغير في كل حاجة، اتغير في البنية التحتية، اتغير في الطرق، اتغير في الشرب مياه الشرب، اتغير في الصرف الصحي، اتغير في التعليم، في المدارس، في تطهير الترع، في الأمن ونقط الشرطة، في الوحدات المحلية نفسها. كل شيء أصبح في القرية صراحة الله اتغير بدرجة 100%. على أرض الواقع كناش مصدقين إن إحنا الخدمات دي هتيجي بالنسبة لنا وهتبقى في قرية المراجدة. قرية المراجدة دي يعني كنا عشان أنا أعمل بطاقة أو أعمل شهادة ميلاد أو أي خدمات بروح بيها مركز الوقف أو محافظة قنا، كلها مشاوير بعيدة وبتكبدني فلوس ومصاريف زيادة جدا على تكلفتي أنا كمواطن. لكن حاليا بإنشاء المجمعات الخدمية دي الكبيرة الصرح الضخم ده باخد الخدمة بتاعتي في أقل وقت وأقل مجهود، باجي هنا الحمد لله بوفر المصاريف بوفر كل حاجة، بدخل المجمع بلاقي الخدمة بلاقي الموظف بلاقي كل حاجة، وده اللي احنا كنا يعني طمعانين فيه. احنا حاليا يعني المبادرة دي أنا بعتبرها يعني بناية للمواطن وليس للبنية التحتية، غير إنه إحنا خدنا برضو بنية تحتية. يعني الحمد لله قرية المراجدة من القرى يعني اللي حظيت بحاجات كثيرة منها جميع الخدمات
عندي مجمع زراعي، عندي مكتبة عامة، عندي سكن كريم، عندي إعادة تأهيل للمستشفيات، إنشاء جديد، مدارس. المراشدة لما دخلت فيها المشروعات دي، احنا بصراحة كشباب وكأبناء وكأهالي قرية المراشدة كنا في حلم ذهول، ازاي يعني المراشدة؟ هل يدخل فيها غاز طبيعي؟ هل المراشدة يخش فيها الصرف الصحي؟ هل المراشدة سوف تصبح قرية نموذجية على هذا الشكل الذي نحن نراه؟ عندنا الصرف الصحي اشتغل، عندنا النت فائق السرعة الفايبر اشتغل، عندنا كل الخدمات اللي تمت في قرية مراشد دلوقتي أصبحت شغالة على التو واللحظة. أيضا عندنا مجمع الخدمات، فيه كل الخدمات الذي يطلبها المواطن، كبطاقات شخصية، كشهيد ميلاد، كل الخدمات اللي يتطلبها المواطن موجودة على أرض الواقع في القرية، بدل مكانت الحياة دي موجودة في المراكز لا والمحافظات لا، أصبحت موجودة في قرية من قرى جمهورية مصر العربية اللي هي قرية المراشد. منذ أن أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة حياة كريمة في يناير 2019، وتغطي المبادرة في مرحلتها الأولى أكثر من 4500 قرية بإجمالي 175 مركزا في 20 محافظة. نتابع المزيد عن جهود المبادرة في العرض التالي.
الإسكان من القطاعات التي شهدت طفرة تنموية في السنوات العشر الماضية، حيث تم بناء آلاف الوحدات الجديدة في مختلف المحافظات وتطوير مشروعات سكنية متكاملة. المزيد عن حركة التنمية والعمران في مصر والعرض التالي مع الزميل ياسر عبد الستار. أهلا بكم. شهدت الدولة المصرية خلال السنوات العشر الماضية تغيرات جذرية في مجالات عدة، لا سيما في قطاع الإسكان، وأصبحت أحلام المصريين حقيقة ملموسة، فتم بناء آلاف الوحدات السكنية الجديدة في مختلف المحافظات وتطوير مشروعات سكنية متكاملة بهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين. ولم يقتصر العمل على تطوير المشروعات الكبرى فقط، بل شهدت القرى والمدن الصغيرة في مصر أيضا تحسينات ملحوظة من خلال المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري حياة كريمة، بالإضافة إلى تطوير المباني القائمة والقضاء على العشوائيات، وهو ما يعكس التزام الدولة بتطوير البيئة العمرانية وتوفير سكن لائق بسعر مناسب للمواطنين. وقد انقسمت استراتيجية الدولة في حل أزمة الإسكان إلى محورين رئيسيين: الأول تطوير العمران القائم بما يشمله من عملية تطوير للمناطق غير الآمنة وعواصم المحافظات، وكذلك تطوير الريف المصري، والثاني إقامة مدن جديدة تستوعب الطلب المتجدد على المسكن والتخلص من التكدس السكاني. وتنفيذا لتلك الاستراتيجية، نفذت الدولة الآلاف من مشروعات الإسكان على كافة المستويات، وأصبحت تحظى باهتمام وثقة المواطن نظرا لجودة المسكن ووجود وسائل الدفع الميسرة والتي وصلت حتى 20 عاما، وبفوائد مخفضة تصل إلى 3% فقط بدعم من البنك المركزي المصري. وفي إطار مراعاة الدولة للموروث الاجتماعي بتملك المنزل الخاص، فقد تم خلال الفترة من 2014 وحتى 2020 طرح 328,000 قطعة أرض لمختلف شرائح المجتمع، وقد وفرت هذه الأراضي ملايين الوحدات السكنية المستقلة. ولتوسيع تغطية المستفيدين من مشروع التمويل العقاري، أعلن البنك المركزي المصري في 13 من يوليو عام 2021 إطلاق مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3% وتسديد الأقساط لمدة تصل إلى 30 سنة ليستفيد منها كافة المواطنين. وفيما يخص تطوير المناطق غير الآمنة، فقد تدخلت الدولة لتوفير حياة كريمة لقاطني تلك المناطق، فتم تنفيذ نحو 166,000 وحدة في 298 منطقة تم تطويرها بتكلفة بلغت 41 مليار جنيه، علما بأنه جاري تنفيذ أكثر من 74,000 وحدة أخرى في 59 منطقة. ومن أبرز المشروعات التي تم إنشاؤها لاستيعاب سكان المناطق غير الآمنة مشروعات إسكان الأسمرات وبشائر الخير، والتي تهدف إلى توفير وحدات سكنية لسكان المناطق غير الآمنة مفروشة بالأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية مجانا، على أن تسلم الوحدات بنظام الإيجار التمليكي بإيجار رمزي قيمة 350 جنيها شهريا. كما سعت الدولة للحفاظ على التراث المعماري والحضاري الذي تزخر به مختلف المحافظات، فتبنت مشروع تطوير القاهرة التاريخية وأضرحة آل البيت وتحويل القاهرة إلى متحف مفتوح للمصريين والعالم أجمع، كشاهد على كافة الحقب التاريخية التي مرت بها مصر وحفظ التراث والهوية المصرية للأجيال الحالية والقادمة. مشاهدينا الكرام، كان هذا عرضا موجزا لحركة التنمية والعمران التي شهدتها مصر خلال السنوات العشر الماضية. شكرا لطيب المتابعة. شهدت مصر في السنوات التسع الماضية إنجازات غير مسبوقة لتحسين مستوى معيشة أبناء المحافظات، وبلغ إجمالي ما تم استثماره في هذا الاتجاه نحو 360 مليار جنيه. We'll be right back.
أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم 56,597 خدمة ضمن المبادرات الرئاسية من خلال الخدمات التي قدمتها حملة 100 يوم صحة للمواطنين خلال يوم الجمعة في جميع محافظات الجمهورية. ودعت الوزارة جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة وأماكن تمركز العيادات المتنقلة للاستفادة بخدماتها أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين وغير القادرين. تهدف مبادرات 100 يوم صحة الناتجة عن المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة التي أطلقت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى التوسع في تقديم كافة خدمات مبادرات الصحة العامة وإتاحة الخدمات والتشخيص والعلاج بالمجان لجميع الفئات المستهدفة. المزيد حول المبادرة نتابعها مع الزميل لؤي أباضة. أهلا بكم. جاءت مبادرة 100 يوم صحة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لتستكمل البناء على ما تحقق لتحسين حياة المصريين منذ ثورة 30 مليون يوم. فالمبادرة تعد نتاجا لخدمات المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، وتهدف للتوسع في تقديم كافة خدمات مبادرات الصحة العامة وتكثيف العمل خلال مدة زمنية 100 يوم مع ضمان إتاحة الخدمات بالجودة المطلوبة لجميع الفئات المستهدفة وتأكيد استمرارية الإحالة والتشخيص والعلاج بالمجان لكل المواطنين سواء من المصريين أو الأجانب المقيمين أو اللاجئين أو ملتمسي اللجوء المقيمين على الأراضي المصرية. وقد أسهمت المبادرات الصحية الرئاسية التي دشنت خلال السنوات القليلة الماضية في تعزيز النظام الصحي بعد سنوات طويلة عانى فيها المصريون من الإهمال الصحي. وقد أسهمت تلك المبادرات في تحقيق الرعاية الصحية الشاملة من خلال التركيز على مكافحة الأمراض الأكثر تأثيراً على المواطنين والأمراض المزمنة غير السارية. ومبادرة 100 يوم صحة التي انطلقت تحت شعار انزل واكشف واطمن من كل مكان في مصر تستهدف 105 ملايين مواطن مصري في 27 محافظة لتقدم جميع الخدمات الصحية سواء الوقائية والتي تشمل التطعيمات واللقاحات العلاجية وخدمات الصحة الإنجابية إلى جانب رفع مستوى الوعي وتغيير المفاهيم الخاطئة من خلال فرق التواصل المجتمعي. وتقدم المبادرة خدماتها بالمجان خلال 100 يوم. تضم المبادرة أكثر من 500 قافلة و5000 وحدة رعاية أساسية و700 مستشفى على مستوى الجمهورية، وتشمل تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وصحة المرأة بالمجان، علاوة على توفير 6 سيارات متنقلة لتقديم خدمة الماموجرام وخدمات دعم صحة المرأة من التوعية بالفحص الذاتي للثدي، كما تم كذلك توفير سيارة لتقديم خدمات الفحص بالرنين المغناطيسي والتي تعد الأولى من نوعها في إفريقيا، وثلاث سيارات لتقديم خدمات الأشعة المقطعية مع توفير قرارات العلاج على نفقة الدولة. وتعد مبادرة 100 يوم صحة استكمالا لمسيرة تحسين جودة حياة المواطن وتحقيقا للتنمية المستدامة بمفهومها الشامل، والتي بدأت بمبادرة 100 مليون صحة عام 2018، وكانت بمثابة تحدي كبير لدى الدولة المصرية في التركيز على مكافحة الأمراض الأكثر تأثيرا على المواطن بهدف خفض معدلات الوفيات والانتشار، وكان من أبرز التحديات القضاء على فيروس سي. مشاهدينا، كان هذا عرضا سريعا لأهداف وخدمات مبادرة 100 يوم صحة التي أطلقت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. شكرا على حسن المتابعة. أعلنت هيئة قناة السويس وصول الحوض العائم فخر القناة لترسانة بورسعيد البحرية بعد نجاح عملية عبوره عبر قناة السويس ضمن قافلة الجنوب. وأكد رئيس الهيئة الفريق أسامة ربيع أن الحوض العائم فخر القناة يعد نقلة نوعية تضيف قدرات جديدة في مجال إصلاح وصيانة السفن والوحدات البحرية الكبيرة في ظل استراتيجية الهيئة لتنويع مصادر الدخل عبر تقديم خدمات إضافية للسفن العابرة للقناة. وأشار إلى أن الحوض العائم الجديد يعد الإضافة الأحدث لترسانة بورسعيد البحرية التي تضم 3 أحواض عائمة أخرى تستخدم في صيانة وإصلاح السفن والوحدات البحرية التابعة للهيئة.
تعمل الدولة على تنفيذ مشروعات تكرير جديدة باستثمارات تبلغ نحو 7 مليار و500 مليون دولار. وذكرت وزارة البترول أنه يتم أيضا الإسراع بتنفيذ مشروعات بتروكيماويات جديدة باستثمارات 1 مليار و400 مليون دولار، وذلك في إطار تعظيم القيمة المضافة للثروات الطبيعية، مشيرة إلى تشغيل 8 مشروعات جديدة في مجال تكرير وتصنيع البترول وتوسعات المصافي. أعلن مكتب الإحصاء الأوروبي يوروستات أن تضخم أسعار الاستهلاك سجل 5.5% على أساس سنوي في يونيو في منطقة اليورو، وأضاف أن التضخم في منطقة اليورو لا يزال أعلى بكثير من هدف 2% الذي حدده البنك المركزي الأوروبي. التضخم لا يزال مصدر قلق للبنك المركزي الأوروبي، الذي تشير التوقعات إلى أنه سيواصل سياسة التجديد النقدي. بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي يوروستات أشارت إلى أن تضخم أسعار المستهلكين بمنطقة اليورو سجل 5.5% على أساس سنوي في يونيو، ولا يزال أعلى بكثير من هدف 2% الذي حدده البنك المركزي الأوروبي. كما زاد التضخم الأساسي بشكل طفيف، حيث ارتفع من 5.3% في مايو إلى 5.4% في يونيو، وهذا المؤشر يستخدم مرجعا لحكام البنوك المركزية. بالإضافة إلى ذلك، لا يزال سوق العمل مضطربا، وهذه إحدى النقاط الرئيسية التي تقلق البنك المركزي الأوروبي كما يؤكد خبراء الاقتصاد، حيث تشير بيانات يوروستات إلى أن معدل البطالة في منطقة العملة الموحدة سجل في مايو 6.5% من السكان العاملين. لكن بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي، هذا يعني أن خطر حدوث زيادة قوية وطويلة في الأجور لا يزال قائما. ولوقف التضخم، شرع البنك المركزي في تجديد السياسة النقدية على نطاق غير مسبوق خلال العام الماضي، ورفع معدلاته الرئيسية بواقع 4 نقاط مئوية خلال الأشهر 11 الماضية، وهو ما أثر على النمو الذي تشير التوقعات إلى أنه سيكون نحو 1% في عام 2023، حيث دخلت منطقة اليورو في ركود طفيف الشتاء الماضي. إلا أن النمو الضعيف لم يمنع السلطات من التوجه نحو المزيد من التجديد النقدي، حيث حذرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد من أن رفع سعر الفائدة سيستمر. حثت وزارة التجارة الصينية هولندا على عدم عرقلة التعاون الثنائي في صناعة أشباه الموصلات وعدم إساءة استخدام ضوابط التصدير. وأوضحت التجارة الصينية أن البلدين يتواصلان بشكل متكرر وعلى مختلف المستويات حول هذا الموضوع. وكانت الحكومة الهولندية أعلنت في وقت سابق عن قيود جديدة على صادرات بعض معدات أشباه الموصلات. تعاني شركة مرافق المياه في بريطانيا من ارتفاع أعباء خدمة الديون المرتبطة بمعدل التضخم، وهو ما يزيد صعوبة وفاء هذه الشركات بتنفيذ تعهداتها الأخيرة لتحديث بنيتها التحتية. تعاني بريطانيا من أزمات اقتصادية طاحنة على خلفية ارتفاع أسعار الطاقة وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وتفاقم التضخم. ارتفاع أعباء خدمة الديون المرتبطة بمعدل التضخم يهدد الأوضاع المالية لشركات مرافق المياه البريطانية، ويزيد صعوبة وفاء هذه الشركات بتنفيذ تعهداتها الأخيرة لتحديث بنيتها التحتية. وكالة بلومبرغ نقلت عن أكبر شركة لتوفير المياه في بريطانيا أنها تجري محادثات مع المسؤولين الحكوميين بشأن خطط طوارئ تتضمن تأميما مؤقتا للشركة في ظل تزايد المخاوف من تراكم ديونها التي وصلت لأكثر من 13 مليار جنيه استرليني. وزيرة المياه البريطانية قالت أمام مجلس العموم
إن هناك عملا كثيرا يجري خلف الأبواب لضمان عدم تأثر العملاء من أي مشكلات مالية تواجهها شركة المياه الحكومية. بلومبرج أشارت إلى أن ديون شركات مرافق المياه في إنجلترا وويلز بلغت حتى مارس من العام الماضي أكثر من 60 مليار جنيه استرليني، أكثر من نصفها مرتبطة بمعدل التضخم بحسب جهاز تنظيم قطاع المياه في بريطانيا. ودفع معدل التضخم المرتفع في بريطانيا بنك إنجلترا المركزي على رفع أسعار الفائدة الرئيسية أكثر من 10 مرات، في وقت ألمح أندرو بيلي محافظ بنك إنجلترا إلى أن أسعار الفائدة قد تظل عند مستويات الذروة لفترة أطول، الأمر الذي يزيد أعباء ديون الشركات المتعثرة في السداد في ظل ارتفاع فائدة القروض. وكان صندوق النقد الدولي قد حذر في إبريل الماضي من أن الاقتصاد البريطاني قد ينكمش هذا العام وسيكون في نهاية ترتيب دول مجموعة السبع، في وقت يهدد فيه اندلاع جديد للاضطرابات المالية التعافي العالمي المتباطئ. وحذرت الهيئة الدولية من المخاطر المتزايدة للهبوط الحاد للدول المتقدمة، مؤكدة أن المملكة المتحدة ومنطقة اليورو ستتأثران بشكل خاص بارتفاع تكاليف الطاقة وارتفاع التضخم. في الوقت نفسه فإن الفوائد على الجزء الأكبر من ديون شركات المياه البريطانية متغيرة ومرتبطة بسعر الفائدة الرئيسية، وهو ما أدى إلى ارتفاع فائدة هذه القروض إلى حوالي 11.3%، وبالتالي زيادة في تكلفة خدمة هذه الديون. رياضيا، تأهل المنتخب الأولمبي لنصف نهائي بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 عام بعد فوزه الكبير على نظيره الجابوني بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع المنتخبين على استاد طنجة بالمغرب، وذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دوري المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عام. وبهذه النتيجة يتأهل المنتخب الأولمبي في صدارة المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، وخلفه منتخب مالي برصيد 6 نقاط، بينما يودع منتخب النيجر البطولة والذي يملك 4 نقاط. يلتقي الأهلي اليوم مع فيوتشر في مباراة مؤجلة من الجولة 24 بالدوري الممتاز، ويسعى الأهلي لمواصلة انتصاراته المحلية بهدف استعادة درع الدوري، بينما يبحث فيوتشر عن تصحيح المسار بعد هزيمته الأخيرة أمام المصري. يواصل الزمالك تدريباته استعدادا لمواجهة المقاولون العرب الثلاثاء المقبل ضمن منافسات دور 8 لبطولة كأس مصر. وكان الزمالك قد تأهل إلى الدور 8 بعد فوزه على فاركو 3-1 في الدور ثمن النهائي من بطولة كأس مصر، بينما تأهل المقاولون إلى الدور ذاته عقب الفوز على سيراميكا بهدف دون رد. ختام النشرة مشاهدينا الكرام، لمزيد من الأخبار يمكنكم دوما تحميل تطبيق أكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة. شكرا جزيلا لطيب المتابعة، وتقبلوا تحياتي أنا لاشتا، إلى اللقاء.